فعالية القراءة في احتفال وصلت إلى نهايتها بدار الثقافة في تيار، بعد أن أخذ الأطفال نصيبهم من اللعب والتمتع بما تم عرضه من أنشطة على مدار 10 أيام. في دار الثقافة كان ألعاب عجبوني بزاف، ومعرض تاع الكتاب ألعاب فيها قراءة، رحنا قرينا وضروك جينا فاني لعبنا، ركبونا في البابور، ركبونا في السيارات، ركبونا في اللعواد، ضروك جينا فاني فنتحدثوا كاع الأولاد باللي دار الثقافة مليحة. نشكر مديرة الثقافة على هذه المبادرة التي احتجنا إليها وتعتبر متنفس للأطفال. جديد الطبعة الرابعة كان هذا العام بلمسة تقليدية تمثلت في هذه الخيمة التي جمعت الأزياء والحلي وحتى الأطعمة التقليدية. رئيس جمعية شاركت في الاحتفالات يقول: عندنا فكرة المسرح وحده ياك هادف وينجم يربي أجيال، ولكن حبينا نزيدوا حاجة مكاش، زدنا هذا الديكور. وين تكون مناسبة ثقافية يكون هذا الديكور يجوا يلعبوا فيه، يجوا يتنزهوا فيه، يجوا يتصوروا فيه، دونك يزيد حاجة إضافة لأي مهرجان كان. الورشات وعجلة الألعاب والعروض المسرحية الصبيانية كانت كلها تصب في المتعة. تبقى المشكلة أن الكتاب كان ضيفا لا صاحب دار في الاحتفال.